أرحب بضيفتي من رام الله الكاتبة والباحثة السياسية الدكتور تمارا حداد، أيضا من واشنطن أرحب بك الخبير في استراتيجيات الحزب الديمقراطي جاستن توماس راسل. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور تمارا، كيف تقيمين لقاء سوليفان بالأمس برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، لا سيما أن واشنطن مصرة على إشراك السلطة الفلسطينية في اليوم الذي يلي بين مزدوجين، يعني أي بعد انتهاء الحرب؟ بداية أسعد الله صباحكم وتحياتي لكم ولقناتكم الكريمة وضيفك الكريم. أولا يعني الولايات المتحدة الأمريكية لديها رؤية معينة بإرجاع السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة، ويتم توحيد الجهود بين الضفة وقطاع غزة، لكن هناك اختلاف في الرؤية الإسرائيلية التي لا تريد إنزال السلطة الفلسطينية حتى لا يتم توحيد الجهود بين الضفة وقطاع غزة، حتى لا يتم أن يكون هناك مستقبلا دولة فلسطينية يعني محددة المعالم. الإدارة الأمريكية كانت هي تريد سلطة فلسطينية، ولكن هي تريدها سلطة متجددة، بمعنى إعادة هياكلها، إعادة إصلاحها، إعادة تصويبها، كون أن أصبحت هذه السلطة الحالية بقيادتها الحالية بحاجة إلى تصويب، بحاجة إلى تغيير، بحاجة إلى تجديد، بحاجة إلى إصلاح على كافة المؤسسات وكافة المستويات، نظرا أن هذه السلطة الآن بدأت تفقد الثقة بالتحديد من الشارع الفلسطيني نتيجة عدم تجديد شرعيتها لأكثر من 17 عاما، يعني منذ عام 2006 لم تحدث انتخابات يعني حقيقية فعلية، نظرا لرفض الجانب السياسي من السلطة الفلسطينية أن تقوم بتفعيل هذه الانتخابات بشكل دوري، وهذا إشارة يؤدي إلى فقدان الشارع الفلسطيني لهذه الثقة بهذه السلطة الفلسطينية، ناهيك أن بالفعل أن الشارع الفلسطيني والشعب الفلسطيني بحاجة إلى قيادة ينتخبها، بمعنى أن الشارع الفلسطيني ينتخب هذه القيادة عبر صندوق الانتخابات أو صندوق الاقتراع، ناهيك أن واقع الولايات المتحدة الأمريكية بمعنى زيارة سوليفان إلى القيادة الفلسطينية هو من أجل أن يكون هناك بسط السيطرة الفعلية الأمنية على الضفة الغربية، نظرا أن هناك بالفعل بعض المناطق المخيمات باتت الآن تخرج عن السيطرة الفعلية الأمنية عن السلطة الوطنية الفلسطينية، بالتحديد مخيمات منطقة جنين ومناطق في نابلس وأيضا طول كرم. هذه المناطق بدأ الآن المواطنين الفلسطينيون يخرجوا عن سياق السلطة، رغم أن هذه المناطق تحت تصنيفات المصنفة التي تتبع السلطة الفلسطينية، بمعنى هي المصنفة ألف حسب اتفاق أوسلو، لكن هذه المخيمات خرجت عن سياق السلطة، هذا إشارة أن الأجهزة الأمنية للسلطة الوطنية الفلسطينية لا تستطيع أن تبسط نفوذها نتيجة فقدان الثقة بالسلطة الفلسطينية، نتيجة عدم قدرة هذه السلطة على إدارة وخدمة المواطنين الفلسطينيين، لذلك سوليفان أشار لأكثر من نقطة إلى عملية تجديد هذه القيادة، وهذا طبعا بحاجة إليه الفلسطينيون، لكن هناك اختلاف في الرؤية. دكتور، أنا واقع الفلسطيني يعني هناك نقاط عدة تحدثت عنها وهي جد مهمة، تحدثت عن أنه الشارع الفلسطيني فقد الثقة بالسلطة الحالية، لكن فصلت الناحية السياسية، ماذا بالنسبة للناحية الميدانية حاليا؟ ماذا بالنسبة للحرب؟ هل الشارع الفلسطيني ينظر إلى السلطة الفلسطينية كما كان ينظر إليها قبل 7 أكتوبر، كما كان ينظر بطريقة مختلفة إلى حركة حماس؟ هذا لناحية، ولناحية أخرى بالنسبة لأمن المناطق، يعني على سبيل المثال ذكرت مخيم جنين الذي يخرج عن أمن السلطة الفلسطينية، الجانب الإسرائيلي يقول أنه هو يقوم باقتحامات وتوغل في تلك المناطق من أجل حماية وتعزيز الأمن الفلسطيني. إذا تحدثنا بكل واقعية، أولا الإدارة الإسرائيلية تريد أن تبسط السيطرة الأمنية الفعلية على الضفة الغربية، وتريد أن تقسم مناطق الضفة الغربية بين منطقة وأخرى، هناك مناطق تعتبرها المناطق الساخنة يتواجد فيها المقاومين الفلسطينيين ويتواجد فيها من يجابهون الاحتلال، هم يريدون اقتلاع هذه المقاومة من جذورها، بمعنى تحويل مناطق الضفة الغربية إلى مناطق آمنة، طبعا هي آمنة ليس لواقع الأمن الفلسطيني، إنما آمنة للمستوطنين والمستوطنات وحفاظ على واقع الأمن القومي الإسرائيلي، يعني هم يريدون الضفة الغربية منطقة هادئة، لكن عندما شعروا أن منطقة الضفة الغربية أصبحت الآن آيلة إلى الانفجار وهي فقط إلى مسألة وقت، يعني عملية انفجار الضفة الغربية وتحولها إلى انتفاضة هي فقط مسألة وقت وهي وقت قصيرة ليست بأمد متوسط أو بعيد، لذلك الاحتلال الإسرائيلي هو يستبق هذه الأحداث تحول الضفة إلى
انفجار أو إلى انتفاضة، لذلك يقوم باستخدام سياسة العمليات الاستباقية والضربات الاستباقية حتى يتسنى بالفعل تركيب وترهيب نعم. وتخويف أبناء الشعب الفلسطيني وتركيعهم عن مواجهة الاحتلال، لذلك استخدم هذه الضربات الاستباقية نعم. قبل هذا التحول. وهذا إشارة أن إسرائيل هي غير معنية بخيار التنسيق الأمني بين السلطة وإسرائيل، هم يدخلون بذاتهم ويخرجون بذاتهم، عندما يجمعون المعلومات الاستخبارية يدخلون إلى هذه المناطق المقيمة ثم يقومون نعم. بسياسات الاقتحام والمداهمات والاعتقالات والاغتيالات التي يقومون إليها أو يعملون بها في الوقت الحالي. سيدة جاستن، قد يكون المتغير المستجد بعد زيارة سوليفان أن الإدارة الأمريكية باتت تتحدث عن مهلة زمنية بعد ما كان في رفض أنه الخروج إلى العلن والحديث عن أشهر أو سنوات، بات واضحا أنه واشنطن موافقة على هذه الحرب لأشهر، لكن من الجانب الآخر واشنطن باتت تناقش حجم دقة ونطاق العمليات العسكرية والأهداف لحركة حماس. ألم تكن تنظر واشنطن بعين ثاقبة وتراقب مجرى الحرب قبل 70 يوما، وفي اليوم 71 قررت تغيير استراتيجيتها العسكرية أو نظرتها السياسية لما يجري في هذه الحرب؟ أعتقد أن سوليفان بدأ في أن يدرك أنه بعد الاجتماع مع محمود عباس والسلطة الفلسطينية أن الأمن القومي وسوليفان يرون ما يراه بقية العالم في الواقع. نحن ننظر إلى الاستمرار في العمليات العسكرية في غزة، وقوات الدفاع الإسرائيلية بدأت ترى بعض الضغط على إسرائيل، وتصريحات اليوم بأن القوات الدفاعية لإسرائيل قد قتلت على الأقل 3 رهائن في العمليات العسكرية في غزة. هذا لن يربح أي مصلحة بالنسبة لإسرائيل. سوليفان أيضا قلق بأن إدارة بايدن تجاه واشنطن تتماشى مع استمرار العمليات العسكرية الكثيفة التي تتم من قبل القوات الدفاعية الإسرائيلية في غزة، بأن القوات الأمنية قد كان لديها في الضفة الغربية قد قامت بقتل الكثيرين منذ 7 أكتوبر، على الرغم من أن واشنطن توافق كما قلنا منذ عدة مرات دعم إسرائيل، إلا أن إسرائيل لديها أيضا الحق في الدفاع عن أمنها وأمن مواطنيها، ولكن بقية العمليات العسكرية في غزة والحركات في الضفة الغربية ربما لن تتم. في النهاية الخوف هو أن هذا سوف يدفع بانتفاضة ثالثة، والتي سوف تتجاوز أي شخص كان في الانتفاضة الثانية في عام 2000. إذا كان علينا أن نرى هذا النوع من النهضة أو الانتفاضة في غزة أو الضفة الغربية واستمرار العمليات العسكرية في غزة، سوف ينتشر وسوف يحظى بالدعم الكبير لحماس ليس فقط في غزة ولكن في الضفة الغربية. ولا أعتقد أن بنجامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية وقوات الدفاع الإسرائيلية مستعدة لمواجهة ذلك. أعتقد أن سوليفان يواجه أنه عليه أن يقيم ما هي الضربة أو السلطة التي لدى محمود عباس في فتح أو حماس، سواء في غزة أو الضفة الغربية. جاك سوليفان وبلينكن والرئيس بايدن يتمنون أن يروا أنه بمجرد أن يكون هناك حل سلمي للعمليات العسكرية في غزة والمواقف السلمية في الضفة الغربية. سنتوسع في الحديث عن مستقبل القطاع سيد جاستن، لكن قبل ذلك تحدثت عن أنه إسرائيل أقرت عن قتل 3 محتجزين رهائن عن طريق الخطأ بحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي. ما الذي يضمن للمجتمع الدولي بأن ما تقوم به إسرائيل حاليا وكل هذه الأهداف التي تعتبرها أهداف مشروعة لحركة حماس تكون عن طريق الخطأ؟ استهداف المباني، المدارس المدنية، الخيام، مدارس تؤوي نازحين، جوامع، كنائس، مستشفيات، كل ما هنالك.
ما الذي يضمن أنه هذه أيضا ليست أهدافا عن طريق الخطأ من قبل الجانب الإسرائيلي؟ الولايات المتحدة عليها أن يكون لديها كلمة من الحكومة الإسرائيلية بأن تقول أن قوات الدفاع الإسرائيلية والعمليات العسكرية في غزة سوف تكون حذرة لتقليل إلى الحد الأدنى الأثر على المدنيين أو أي إصابات مدنية. كانت هذه رسالة طويلة المدى من واشنطن للحكومة الإسرائيلية منذ اليوم الأول. لقد كان هذا تحديا لإدارة بايدن، سعيا إلى إدارة هذه العلاقة والرسائل في نطاق عام بإرسال بلينكن، وأيضا الرئيس بايدن بالإتيان المنطقة، وجاك ساليفان أيضا بزيارته المنطقة. لقد كان هناك تحديا للإعلان عن هذه الرسالة، وأيضا عدم الضغط على واشنطن في الوقت الحالي مع الحلفاء الغربيين. في جانب واشنطن لا تدعم إسرائيل بشكل كافي، وأيضا كانت تنتقد العمليات العسكرية. وعلى الجانب الآخر في الولايات المتحدة بدأنا نرى ضغطا متزايدا يشير إلى أن إدارة بايدن والحلفاء الأوروبيين والغربيين لم يكونوا معتقدين بشكل كافي لما تفعله إسرائيل. هذه الرسالة سوف تتوجه إلى الحكومة الإسرائيلية والسلطات الفلسطينية، والسؤال المطروح هل سيستمع أي جانب من هذه الرسالة التي يرسلها سوليفان، وإذا استمع ما الذي سيحدث؟ هذا هو السؤال المطروح للأيام القليلة القادمة والأشهر والأسابيع القادمة. دكتور تمارا، هل برأيك عودة السلطة الفلسطينية إلى داخل القطاع بعد انتهاء هذه الحرب سيناريو وارد، أم أنه سلطة فلسطينية تحت شعار الإصلاح، أم أنه وجود قوات أممية أو وجود قوات أجنبية؟ ما هو السيناريو الذي يعني بعد شهرين أو مع دخول هذه الحرب شهرها الثالث قد يكون واردا بالنسبة للقطاع؟ أولا، قطاع غزة حتى هذه اللحظة يتواجد فيها المجابهة على أرض الواقع، لذلك النتائج على الميدان هي التي تقرر واقع السيناريو الذي يجب أن يوضع في سياق قطاع غزة. ولكن باعتقادي أن المدنيين المواطنين في قطاع غزة نتيجة تعميق الأزمة الإنسانية وأيضا سياسة التجويع باتوا يطالبون بالفعل بإنهاء هذه الحرب ووقف هذه الحرب. باتوا يطالبون بأن يكون هناك سلطة تحقق لهم الأمن والاستقرار وتوفير مقومات الحياة والطعام والشراب وإدخال الوقود والغاز. باتوا ينظرون إلى الحلول التي تؤدي إلى الواقع المعيشي أسوة في كل العالم. باتوا لا ينظرون إلى واقع أن يكون هناك استمرار لهذه الحرب. باتوا ينظرون إلى واقع كيف يستطيع العيش في قطاع غزة. لذلك هناك أكثر من سيناريو. باعتقادي السيناريو الأقرب الذي يجب أن يكون حتى يثق به المواطن الفلسطيني هو أن يختار الشعب هو قيادتهم، نظرا إذا كان هناك قوات دولية. أعتقد القوات الدولية كما كانت قوات اليونيفل في منطقة جنوب لبنان لم تنجح على أرض الواقع للحفاظ على الأمن والاستقرار في المناطق الحدودية. ناهيك القوات العربية، قد يكون هناك قوات عربية من أجل المساعدة في الإعمار والإصلاح وتقديم المساعدات المادية، لكن هل سوف يكون هناك ثقة الشعب الفلسطيني بهذه القوات؟ وإن كان هناك سلطة فلسطينية بقيادتها الحالية، لا أعتقد أهل قطاع غزة سوف يردون بالسلطة الحالية، كونهم يعلمون تماما أن السلطة في الضفة الغربية لا تستطيع أن تقدم لهم الدعم اللازم حتى على مستوى المقاصة التي هي مستحقة للفلسطينيون، لا تستطيع أن توفرها بشكل عام حتى على مستوى القوات الأممية. الأممية لا تستطيع أن توفر هذا السياق، نظرا أن المدارس وإلى ما ذلك والتي تم تهديمها لم تستطع أن تقدم حماية. الحل الوحيد هو أن يكون هناك توافق بين حركة فتح وحماس وإيجاد شراكة حقيقية توافقية
بمن يحكم قطاع غزة والضفة الغربية، وهذا بحاجة أن يكون هناك اختيار فعلي، يعني حل السلمي الحقيقي وهو صندوق الاقتراع لا أكثر ولا أقل. كل هذه الحلول التي يتم النظر إليها لن يرضى بها الشعب الفلسطيني. عملية وضع سيناريوهات دون رضا الشعب لكن دكتور الفلسطيني تمارا، يعني هذا يعني صندوق اقتراع هل هو يعني وارد في هذه الظروف أو بعد انتهاء الحرب داخل الأراضي الفلسطينية، ما أنه يعني فلسطين فيها فصائل متعددة، كل منطقة هي تحت قيادة معينة، كيف يمكن توحيد صناديق الاقتراع والحديث عن انتخابات من أجل التوصل إلى سلطة موحدة؟ للأسف أن كلا الأطراف سواء كان الفصائل سواء حركة فتح أو حماس، كلا الطرفان يريدان بس فقط السيطرة، لا يريدان أن يكون هناك من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني. كلا الأطراف يوجد من الطرفين أصحاب مصالح، أصحاب المصالح هي التي يعني عركست واقع الانتخابات منذ عام 2006. لو كان هناك انتخابات دورية لما كانت هذه الإشكاليات بين نعم الضفة وقطاع غزة. للأسف أن هناك بكلا الطرفان يعملان لمصالحهم الخاصة، سواء كان من الأطراف من حركة حماس وأطراف من حركة فتح. للأسف يعني هم من جعلوا هذه القضية الفلسطينية في مهب الريح. صحيح أن الاحتلال الإسرائيلي سبب رئيسي، لكن ليس فقط الشماعة الوحيدة أن يتم إلقاء الشماعة على إسرائيل، ليست هي الأساس في كل هذه نعم المشاكل. المشكلة الأساسية أن ترتيب البيت الفلسطيني في داخل فلسطين هم بأيدي الجانب السياسي لحركة فتح لحركة حماس، أيضا على أساس الجانب السلطة الوطنية الفلسطينية بقيادتها الحالية. حتى هذه اللحظة نعم لم تستطيع أن توفر يعني ترتيب الواقع الداخلي الفلسطيني، ولم تستطع أن توفر حتى على مستوى توافق وتشارك بين كلا الطرفين. كلا الطرفين يريدان السيطرة، بمعنى حركة فتح تريد أن تسيطر على الضفة الغربية وحركة حماس تريد أن تسيطر على قطاع غزة، وكلا الطرفين لا ينظران إلى مصالح الشعب الفلسطيني. للأسف نعم هذا يعني كلام محايد ليس له علاقة بأي نوع من الانحياز، لكن هذا الواقع وهذا تعتبر يعني التحليل الصائب في هذا السياق. الحل الوحيد هو إيجاد رؤية مشتركة بين كلا الطرفين قبل أن يكون هناك أي صدور انتخابات، يعني إيجاد رؤية توافقية تجمع وصلت الطوافق على نقطة الفكرة. معينة. اسمحي لي أن أعود إلى السيد جاستن من واشنطن. يعني كنت تتحدث أنه واشنطن باتت ترى ما يجري في العالم، أو ربما هناك تغيير ولو بسيط في الرؤية. زيارة سوليفان عندما جاء ورأى يعني كل هذه التطورات، عندما التقى محمود عباس، الضغط الدولي الذي يتعرض له بايدن، الدول التي تعتبر أن الرئيس بايدن نفسه هو الوحيد القادر على وقف إطلاق النار والضغط على إسرائيل، لكنه لا يقوم بهذه الخطوة. ما الذي تريده واشنطن برأيكم من هذه الحرب؟ يعني فلندع جانبا، أو يعني بين مزدوجين، فلنسقط جانبا هدف القضاء على حركة حماس، لأن إسرائيل باتت تتوسع في أهدافها، لم يعد التركيز فقط على عناصر حماس والقضاء على العقيدة، وبات واضحا أنه القضاء على استراتيجية أو القضاء على عقيدة دينية قائمة على الدين معينة لا يمكن القضاء عليها بسهولة. أنا أتفق تماما معك أن هذا لن يكون الحل، وأتفق أيضا مع الضيفة بأن هذا الوضع والذي نشهده هنا في واشنطن ويتعلق بالسلطة الفلسطينية تحت قيادة محمود عباس أمرا مقلقا. السلطة الفلسطينية تستمر في أن تفقد مصداقيتها مع الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو في الضفة الغربية. هذا وضع سيء فيما يتعلق باستقرار المنطقة وخلق حلا سلميا. إدراك أيضا أن الحركات العسكرية الكثيفة من قبل القوات الإسرائيلية فقدت هدفها، وذلك بالقضاء على حماس، وهذا أيضا يؤثر على الهدف النهائي وهو خلق حلا سلميا مستقرا في المنطقة، ولكن تحت أو في ظل هذه الظروف فيما يتعلق بالحكومة الإسرائيلية، هو الوضع ينبغي وأن يكون هناك
أن يكون هناك قيادة مسيطرة في المجتمع الفلسطيني والمجتمع الإسرائيلي حتى لا يكون هناك تصعيد أكثر مما هو عليه الآن. الرئيس بايدن يفهم هذا الأمر. الرئيس بايدن يعلم أن هذا تحدي، وعلى الرغم من أن الرئيس بايدن يعتمد على المفاوضات الخاصة بالأطراف الثالثة مثل قطر ومصر. الواقع هو لن يحصل أي شيء أو لن يحصل أي شخص على كل شيء سواء عسكريا أو استراتيجيا وحتى في المستقبل فيما يتعلق بالأرض. هذا الإقرار ينبغي وأن يكون واقعا للجميع، وهذه نقطة البداية للتقدم وأن نوقف الخسارة في حيوات الأشخاص والمدنيين على الجانبين سواء الفلسطيني أو الإسرائيلي. طالما أن هناك تصعيد سيكون هناك خسارة لحيوات الفلسطينيين والإسرائيليين. وأيضا إذا كان هناك مصداقية في دفع الرسالة مع الحكومة الإسرائيلية، ينبغي وأن يكون هناك إيقاف لصور الإصابات المدنية بشكل كبير، ينبغي والتي تتوجه إلى العامة، لأن هذا يدعم إسرائيل ويجعل الأمر صعب في بعض الأحيان الولايات المتحدة وأن تحتفظ بسيطرتها لدعم إسرائيل للاستجابة على الحركات الإرهابية في انتهى وقت هذا النقاش. أعذرني من جديد على المقاطعة. شكرا جزيلا لك من واشنطن الخبير في استراتيجيات الحزب الديمقراطي جاستن توماس راسل. عذرا من جديد. ومن رام الله الكاتبة والباحثة السياسية الدكتورة تمارا حداد، الشكر موصول لك.